تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله افتتاح الدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. ولدى وصول موكب جلالة الملك المعظم إلى موقع الاحتفال بمركز عيسى الثقافي ترافقه كوكبة من خيالة الشرطة، كان في الاستقبال معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي. السلام عليكم. مسيكم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه،
أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلى بركة الله وبعون منه يسعدنا أن نفتتح دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني في فصله الحالي، متطلعين معكم إلى دورة عمل مثمرة على درب الارتقاء والرخاء لمسيرتنا الوطنية المباركة والمتجهة بكل ثقة وثبات نحو المزيد من التحسين والتطوير والازدهار بإذنه تعالى. وفي هذا الوطن المنفتح على كل فكر نير ورأي مخلص، فقد سجلنا معا أهم اللحظات والمواقف التاريخية
واستطعنا وفق ما أقرته مصالح البحرين العليا أن نرفع راية الإصلاح والتحديث عالياً دون وصاية من أحد، لنلبي طموحاتنا وتطلعاتنا المشتركة، وبحسب ما أجمعت عليه وتوافقت حوله الإرادة الوطنية. ومن الأهمية بمكان أن يواصل مجتمعنا البحريني المعروف بوعيه المدني المتحضر وقراره المستقل في الحفاظ على مكتسباته، وبالوقوف صفاً واحداً في وجه كل ما يخل بوحدته واستقراره، بالإيمان الصادق وبقيم التعايش الإنساني. وبفضل من الله وفضل هذه الصحوة الوطنية تبقى بلادنا مرفوعة الرأس عالية القامة مهما بلغت شدة التحديات التي تذللها في كل الأوقات عزيمة أهلها وصلابة إرادتهم وثبات واستقرار مؤسساتها الدستورية، ومن بينها المؤسسة القضائية المستقلة في قراراتها والحريصة على أن تتواصل إصلاحاتها وإنجازاتها على الصعيدين القضائي والحقوقي، وأننا لماضون يداً بيد بذات القوة والعزم وبروح وطنية لا تعرف إلا النصر والرفعة لوطن الجميع الذي ورثنا أمانته من بنات نهضته الحديثة الذين صدقوا فيما عاهدوا الله عليه وتولوا مسؤولياتهم الوطنية على الوجه الأفضل، والتزاماً منا بواجب العرفان لهم سنظل نحتفي بذكراهم تكريماً لعطائهم رحمهم الله جميعاً وأحسن مثواهم. الحضور الكريم، إنها لمناسبة طيبة لتجديد الاعتزاز بما أنجزته المؤسسة التشريعية التي حرصنا منذ البداية على أن يكون تطورها نابعاً من صميم الإرادة الشعبية، وسيبقى هذا النموذج الفخور بخصوصيته مستقلاً بإرادتكم وغنياً بإسهاماتكم، وأمامنا الكثير لإنجازه معكم بعون الله وتوفيقه. ولا يفوتنا ونحن نشيد بأداء مجلسنا الوطني أن نثني على جهود السلطة التنفيذية وحرصها اللافت للحفاظ على أعلى مستويات التعاون مع السلطة التشريعية، وهو تعاون مثمر وبناء يضع نصب العين مصلحة الوطن والمواطنين. كما نخص بالذكر المساعي الحكومية المخلصة بقيادة وتوجيه ولي عهدنا الأمين صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لترجمة التطلعات الوطنية بنهج تشاركي للحفاظ على ريادة البحرين التنموية وعلى مكانتها الرفيعة كمنبر للتقارب الفكري والحضاري بين الأديان والثقافات، وكوجهة تمتاز بتراثها وطابعها العمراني العريق لمدنها وضواحيها. ونوجه هنا بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وسنعمل في سياق ذلك على إحياء قصر عيسى الكبير الذي سنعتمده كأحد المقار الرئيسية لعملنا، ومعها الأحياء المعروفة بمدينة المحرق
التي نتطلع إلى عودة أهلها لها، تكريماً لذلك المجد الوطني المشهود في وطن الطيبة والكرامة. ومن واقع بأن عالمنا لا يستمع إلا لصوت التحالفات القوية والمؤثرة في مسيرة التقدم الحضاري، تتواصل مساعينا في توثيق علاقات التقارب والتكامل وتنسيق المواقف على قاعدة راسخة من الانسجام والتشاور والتعاون الأخوي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن رابطة الجامعة العربية، وهو أمر لم ولن نتوقف يوماً عن دعمه وخدمة مصالحه تحقيقاً لتطلعاته من أجل خير ورفع الدول وشعوب المنطقة. وستبقى قضية العرب الأولى أولويتنا الكبرى، وموقف مملكة البحرين في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حلاً عادل للقضية الفلسطينية له موقف ثابت لا حيادة عنه، وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تكون المساعي السلمية والتهدئة هي الخيار الأوحد في وجه التصعيد القائم لنصل إلى الحل المنشود. وختاماً نتوجه بكثير من الامتنان لكل جهد وطني مخلص في ساحات العمل وميادين الإنتاج، ونخص بالتحية والتقدير قواتنا المسلحة الباسلة بكافة أجهزتها وجميع كوادرها، وهي تؤدي الواجب بكل جدارة وشجاعة لحفظ سيادة مملكتنا الغالية وعلو شأنها. وستبقى التضحيات الجليلة لشهدائنا الأبرار في ميادين الشرف دفاعاً عن الحق ونصرة الأمة خالدة على الدوام في الضمائر والوجدان، داعين المولى عز وجل أن يتقمد أرواحهم الطاهرة بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جنانه، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، الكلمة الآن لمعالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظكم الله ورعاكم. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظك الله. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الأخوة والأخوات، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، إنه من دواعي الإجلال والفخر والاعتزاز أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي باسمي ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني أعظم آيات الشكر والتقدير وأسمى معاني العرفان والامتنان على تفضل جلالتكم حفظكم الله ورعاكم بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والذي نواصل من خلاله ترسيخ مبادئ مسيرة الديمقراطية وتحقيق المزيد من المكتسبات التنموية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين من أجل دورة عمل مثمرة وصولاً إلى الغايات المنشودة لما توافقت عليها الإرادة الوطنية الحرة الجامعة بقيادتكم الحكيمة في ظل مسيرة الإصلاح والتحديث ووفق النموذج البحريني المستقل، مع مواصلة الموقف الوطني الموحد
النابع من قيمنا وثوابتنا الأصيلة. صاحب الجلالة، إن مملكة البحرين وفي ظل رعاية جلالتكم السامية أثبتت على الدوام تغلبها على كل التحديات والخروج منها أكثر قوة وصلابة ووحدة وتماسكا، وصد كل المحاولات المغرضة وتحقيق الإنجازات الحضارية النوعية. في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية والدور البارز للسلطة القضائية المستقلة والآليات الوطنية الحقوقية، وامتثالاً للمسؤولية الوطنية النابعة من صميم الإرادة الشعبية، حرصت السلطة التشريعية وبالتعاون البناء مع الحكومة الموقرة بجهود رفيعة ومنهجية رائدة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على إنجاز العديد من التشريعات والأولويات الوطنية مع متابعة تنفيذ برنامج الحكومة الذي حظي بالإجماع النيابي تطلعاً لإسهامه في تحقيق المنجزات المتوقعة. مؤكدين المضي قدماً بعملنا المشترك لتنفيذ كافة التوافقات التي تمت خلال إقرار الميزانية العامة للدولة ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد، كما أسفر الدور المحوري للسلطة التشريعية في دعم مسيرة النهضة الحضارية وتطوير منظومة التشريعات الداعمة لخطط الحكومة وبرامجها التنموية وخلق البيئة التشريعية المحفزة لزيادة الاستثمارات وتحقيق أهداف خطط التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وخلق فرص العمل النوعية التي تعمل على تحسين المستوى المعيشي للأسرة البحرينية ويحصد ثمارها المجتمع بأكمله. وأننا عاقدون العزم على مواصلة الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان ودعم الآليات الوطنية في ظل ما شهدته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من تقدم وتطور وصدور الأمر الملكي رقم 39 لسنة 2023 والتعديلات السامية والتي حقق المزيد من الشفافية والاستقلالية والحيادية، انسجاباً مع مبادئ باريس ذات الصلة بعمل المؤسسات الوطنية، فضلاً عما حققه تنفيذ قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة والعديد من البرامج والمبادرات الداعمة لحقوق الإنسان في مجتمع قوامه الحرية والمساواة والعدالة. صاحب الجلالة، أن لكل طريق نبراس يهتدى به، وأن الخطاب السامي لجلالتكم الذي تفضلتم به اليوم جاء بمثابة النبراس الذي أضاء لنا معالم المرحلة المقبلة، مؤكداً على هويتنا الثقافية والتاريخية ومرسخاً لقيمنا العربية والإسلامية، معززاً لمبادئنا الحضارية المستقبلية. وأن الخطاب السامي لجلالتكم يفتح أمامنا آفاقاً رحبة تنطلق من رؤية جلالتكم الثاقبة، آفاقاً متزامنة مع الواقع والتطلعات المستقبلية، كما يحثنا على المزيد من العطاء والإنجاز ويحملنا مسؤولية أكبر تعمل على ترسيخ الخطوات الثابتة للنهوض بالوطن والمواطنين، مشيدين بتوجيهات جلالتكم السامية في إحياء قصر عيسى الكبير واعتماده كأحد المقار الرئيسية للعمل مع الأحياء المعروفة بمدينة المحرق، تكريماً وتقديراً للمجد الوطني العريق الذي نعتز ونفتخر به. صاحب الجلالة، إن السلطة التشريعية والتزاماً بنهجكم السامي في السعي والحثيث لدعم إرساء الأمن والاستقرار وتعزيز دور الدبلوماسية الإيقافية لمد يد العون والمساعدة لدول وشعوب العالم انطلاقاً من الواجب الإنساني، تؤكد دعمها لتطوير جاهزية كافة الجهات المختصة لأداء الرسالة الحضارية لمملكة البحرين، في الوقوف إلى جانب الأشقاء والأصدقاء وتوثيق العلاقات المتبادلة القائمة على الثقة والاحترام والتقارب والتكامل، ونشر وتعزيز قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي وتحقيق النماء والرخاء، وانطلاقاً من حرص مملكة البحرين على التمسك بمبادئ العمل الخليجي الواحد والعمل العربي المشترك والتضامن الإسلامي والتعاون الإقليمي والدولي، فقد استطاعت الدبلوماسية البرلمانية البحرينية الفعالة أن تبرز دور ومكانة مملكة البحرين، خاصة خلال رعاية جلالتكم السامية لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في مملكة البحرين في شهر مارس الماضي. وتبنى الاتحاد دعوة جلالتكم السامية
في مكافحة خطاب الكراهية والتعصب والتأكيد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي نحو عالم أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدين موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية العربية الأولى وتأييد جهود السلام الشامل والعادل وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية من أجل حاضر ومستقبل المنطقة وشعوبها والأجيال القادمة. صاحب الجلالة، إنما تشهده مملكة البحرين في ظل رعايتكم السامية ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطور كافة الخدمات واستدامة النهضة في مختلف القطاعات والمجالات التنموية وبجهود وطنية مخلصة من أبناء الوطن جميعاً بعزيمة صادقة وطموحات مستقبلية يدفعنا للمزيد من العمل والإنجاز لخير الوطن والمواطنين، معربين عن بالغ اعتزازنا بالجهود المتميزة والتضحيات الخالدة لجنودنا البواسل في القوات المسلحة بكافة أجهزتها وكوادرها، داعين الله تعالى بالرحمة والمغفرة لشهداء الواجب الوطني المقدس الذين قدموا أرواحهم الغالية ودماءهم الزكية فداء للوطن الغالي. ختاما، نجدد العهد والولاء لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم، سائلين المولى عز وجل أن يديم على مملكة البحرين الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك ودع جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمثل ما استقبل به من حفوة وتكريم.
استمرارا للنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في رعاية افتتاح أدوار الانعقاد للفصول التشريعية السابقة، جاءت كلمة جلالة عاهل البلاد المعظم خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس كمنهاج عمل يستنير به أعضاء المجلس الوطني خلال عملهم التشريعي للدور الجديد، تضمنت عددا من التوجيهات السامية للعمل وفقها في مختلف المجالات التنموية في البلاد. الكلمة السامة لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في دور الانعقاد اليوم تطرقت للعديد من الأمور، والأبرزها قصر عيسى الكبير ولا يقع في منطقة المحرق، وأحياء مثل هذه الأمور لهي دليل على اهتمام جلالته بالمدينة العريقة وكل مدن البحرين، ولكن للمحرق الطابع الأصيل. لا شك بأن هذا الخطاب سوف يكون خير داعم لفئة الشباب بمملكة البحرين، هذه الفئة التي آمالها وطموحها لا حدود له، سوف ينعكس مباشر في عزيمتهم وفي الاستمرارية نحو التنمية الشاملة. أما من حيث موقعنا في السلطة التشريعية فسوف بقرفتي الشورى والنواب سوف نترجم هذا الخطاب السامي من خلال الآليات الدستورية في التشريع وكذلك الرقابية. النجاح المستمر الذي تحقق ولا يزال في مجلس الشورى والنواب جاء كنتيجة لما تحظى به السلطة التشريعية من رعاية واهتمام كبيرين ومتواصلين من لدن جلالة الملك المعظم، ونتيجة للتعاون المستمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحقيقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين. بما أنني ممثل الدائرة الثالثة في محافظة المحرق فأنا أشعر وجميع أهالي المحرق يعيشون في عرس اليوم من خلال كلمة صاحب الجلالة الملك المعظم الذي أطلق كلمة تعتبر تاريخية في تاريخ مملكة البحرين بشكل عام ومحافظة المحرق بشكل خاص، وهي إعادة أهالي المحرق إلى محافظة المحرق. توجيه سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم فيما يتعلق بمدينة المحرق الشماء وإعادة إحياء قصر الشيخ عيسى بن علي وأيضا أحياء المحرق القديمة من خلال إعادة الطابع التقليدي والتراثي لمدينة المحرق الشماء. طبعا احنا كتخطيط عمراني هذا التوجيه السامي وايضا توجيه سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني فيما يتعلق بالمحافظة او الحفاظ على التراث والطابع العمراني القديم، وهو الامر اللي مملكة البحرين تعتز فيه، والتوجيهات دائما تصب في الحفاظ على هذا النوع وهذا الطابع العمراني. اهتمام كبير وإشادات واسعة حظيت بها مضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والتي لامست العديد من المجالات التي تطمح المملكة لتطويرها، وخصوصا منها ما يرتبط بالهوية الوطنية والعمرانية البحرينية الأصيلة التي لطالما كانت محط فخر واعتزاز. رؤى طموحة وتوجيهات سديدة تضمنتها الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم تضع منهاجا نيرا وخارطة عمل متكاملة أمام المجلس الوطني ليواكب ما تشهده مملكة البحرين من زخب كبير في التطور والنماء والازدهار في مختلف المجالات. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.